بالنسبه لهذا التاهل كنشوفه تاهل مستحق، لاننا جينا للمونديال باش نكتبوا التاريخ ان شاء الله. الحمد لله خدمنا مزيان ومازال كنخدموا، مبروك علينا التاهل. المقابله المقبله كنشوف انها مقابله صعبه امام خصم اللي قوي، ان شاء الله نستعدوا بما فيه الكفايه باش نحققوا التاهل ان شاء الله. وكما كان الجميع ان الجماهير المغربيه شغوفه بكره القدم اللي ديما مساندينا الحمد لله، كيحضروا الملعب بكثافه. كنبغي نشكر الجماهير اللي كتحضر ولا الجماهير اللي خلف الشاشه اللي مستطاعش تكون في الملعب، كنبغي نشكرهم. كنبغي نشكر العرب والافارقه اللي كانوا مدعميننا وشجعونا، وان شاء الله كما قلت لك اننا نزيدو نشتغلوا اكثر باش نتاهلوا ان شاء الله للدور الموالي. الحمد لله، يعني احنا فرحانين باش حققنا الانجاز هذا الكبير بالنسبه لينا بالنسبه لكاع الشعب المغربي. ودابا في يدينا واحد فرصه اخرى يعني باش نزيدوا نكتبوا التاريخ ويعني نزيدوا نفرحوا الجماهير ديالنا. احنا كنستعدوا شويه علينا باش نواجهوا هذه المقابله اللي تكون يعني في مستوى كبير، وانا متاكد بان غادي نكونوا على اوتر ان شاء الله. هي تكون مقابله بحال اللي قلت لك في مستوى كبير، مقابله اللي خصنا نكونوا مهيئين نفسيا مزيان وبدنيا، وغادي تلعب في يعني في جزء